والضغط حذري من التسديد خطير الحارس بالشكل الثاني ويليام الصار وفرصة وهدف التعادل. قلت لك حذري من هذه الكرة وهدف التعادل. خمسة دقائق مباراة لن تصبح مصيرية وصعبة جدا. هدف هدف عن طريق اللاعب أحمد عبد الغني. الحرس من أول كرة خطاه في المحور في المتابعة. كل أهداف الحرس ضد الأندية التونسية في هذا العام جابها أحمد عيد. أحمد عيد يحمد آخر عبد الملك وعيد مؤقت الآن للإسكندرانيين لحراس الحدود من مصر. هدف لهدف هدف لهدف في خمسة دقائق من الشوط.